انت واش منيتش؟ مالك مالك انت مالك؟ جيري والله حبس الفيديو سير بعد مني والله حتى غتحبس. هذا غير حبس الفيديو سير بعد مني. انا غنحبس فرحنا بزغتو عليه العاشق رسول الله صلى عليه زادنا بفرحنا بيه. حسن والحسين الله عليك انا خلقتني لتلتني الله عليك عجز حسن نبي قرة العز عليه العاشق رسول الله. يلا امي يلا زادنا بفرحنا بصلوا عليه العاشق رسول الله صلوا عليه زادنا بفرحنا بصلوا عليه زادنا بفرحنا بصلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه سيد النبي شفع فينا صلوا عليه صلوا عليه. اخوان حنا دابا جينا للدار. قررت انا اللي غادي نطيب فاطمة زهرة السحور ولكن بشرط شنو هو ما ديرش ليا خويا الله يرحمك طيبونا نصبونا على ديال الروينه عندك ديجا. لا انا عارفه عندي الروينه ولكن ما ديرش ليا داك الفورنو غتبقى دير ايدكوك هذاك الشيء هو البن هذاك الشيء هو. دابا قرر غنخليك طيبي بوحدك ولا غادي نمشي بحالي؟ لا نحط لك العطريه هذاك الشيء. السلام عليكم. المهم دابا الاخوان غادي نطيب واحد الطاجين فاعل تارك. هذا الطاجين هذا زوين خديناه فاش كنت في اوكيمدن خديته وعمرني طيبت فيه صغير. هو راه كيطيبوا فيه الطاجين ولا لا كيطيبوا فيه الفروي راه الفروي. المهم الاخوان غادي نطيب واحد الطاجين ديال التزوفري ديال بصح وفي الاخر غادي ندوقوه ونشوف كي غيجي. المهم اول حاجه كنديروا الاخوان هي كن الدريات والدراري كنغسلوا الطاجين مزيان. الدراري اللي غايقول لك حسن زعما من مرتكم كطيب دابا لا اول مره لا ولا ثاني مره لا دابا الدراري اللي غادي يتزوجوا غيوليو هما باغيين اصلا زعما فاش كتكونوا مجموعين مع صحابكم ولا كديروا زعما الطاجين عادي ماشي ماشي شي حاجه كتكسو. اصلا الطاجين ديالي كيعجبني الطاجين والله الطاجين ديالي كيعجبني قسما بالله. غنشوفو دابا هذا الطاجين اول تطيبه في الطاجين ما كتكونش ناضيه ولكن غادي ناضيه ما ندربش نفسك غادي تكون ناضيه ان شاء الله ان شاء الله. باش بغيتي دابا الطاجين بالحوت ولا لا 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 الحوت عرفتو بالحوت عرفتي ما عجبنيش والله. ما عجبني قلنا لي دير لينا خويا اللي خدام في كارفور قلنا لك عطينا الرائع الفرخ عطيتينا الرائع عطيتينا السمطه خنزه والله عايمه قد دخل ماشي غادي تزعم الماء. الطاجين ضروري تكون عندكم باش ما يتشهرش لكم الطاجين بالتاع. هذه من نهار تزوجنا وهي عندنا. دابا درت البصله ودرت الربيع ودرت شويه بيبي غادي ندير بطاطا وجلبانه صافي. بطاطا وجلبانه دابا كندير فيها عطريه هادشي اللي خاص غنزيد واحد شويه حميره كتعجبني الحميره نوريهم. ها اللي قلنا ما يبان لكم والو كانت ها شوف ها اوكي غير داكشي غيطلع بنين غيطلع بنين وانا خاصني مساح و نتوما فينا كايناش مابقاتش مابقاتش التحميره مابقاتش التحميره كاينه كاينه في القابيطه القابيطه داكشي كامل غندير. شنو درتي في العطريه؟ غندير العطريه درت سكينجبير خرقوم عارق البزار ماما عرفتش دير فحال ما كاين كنتي كدير تخلط غادي نخلطهم في كاس. هذه كنديرها انا بالله فكرت كندير شويه هكا وشويه هكا وشويه هكا وشويه الملح شويه القامه كامله غتولي عندي في الصفر حيت كنديرها في الطاجين. عرفت شو علاش؟ حيت باش الخضره تبنن حيت هذه كنديرها في الماء وكنكبها فوق من الخضره باش يتبنن داكشي يجي مسيكي والعيبات ان شاء الله. اليوم نبقاو بلا سحور وسرب خلاص راه ثلاثه خاصني تحميره خاصك تقاطعي باش تجيبي التحميره. احنا دابا غادي نشوفوا الطاجين. شوفي فاطمه الزهراء غادي تاكلي وما تكذبيش عليا، غتقول لي كي جاك. صافي غادي تقول لي كي جاك. يلاه قولي بسم الله وشوف قولي كي جاك. يلاه فاطمه ما تكذبيش عليا، انا هادشي كامل دايرو باش تقول لي كي جاك المذاق ديالو. بسم الله غاط الطاجين. شويه بزار شويه زيت. ماكشك بحال عيانه فيك الناس. الصباح انا كنجمع في الدار عييت ولي الدار عياتك. واش منيت كيجي واحد كيعاوني ما غاديش نعيا. دابا تكبري الزين وتكبري واش وليتي بنيه تعاوني في الشقاو وترتاحي. قولي كي جاك زوين ودوقي. انا كناكل الصراحه جات خاصو جلبان نسينا، خاصو جلبان وفي التمزال. مالك في التمزال؟ انا مالي ولا ويلي. هو كنقول خاصو جلبان زعما طارق فيديو. واش غنقول لك؟ حيت كولي ما بغيتش ولا هادشي. كولي ما بغيتش يا حسن. علاش؟ ما عجبنيش فيه البزار. فاطمه الزهراء كاين شي حاجه مالك؟ ديري شي برانك باش تقول لي بطرد ديال الصاف ديال ما عجبنيش الطاجين. ما نضحكش يا حسن. فاطمه الزهراء مالك يا خوان؟ شنو قطعت الفيديو باش نشرح لكم شنو قطعت الفيديو. عاد سولتها مالا قالت لك على سميتها، حيت قلتي لي غتكبري وتولدي. ما نويت فيها والو انا الاخوان، ما نويت فيها والو فاطمه الزهراء. انا والله ما نويت فيها شي حاجه. شنو قلت انا؟ قلت لك زعما غتكبري غتولدي بنيه غتولي شعور. واش انا قلت لك شي حاجه؟ ما تقلقش، هادشي اللي قلت لي. والله غادي نتقلق كيجوا ندير راسي ما نتقلقاش. فاطمه الزهراء ما نويش فيها انا والو، والله ما نويش فيها شي حاجه. لا نويش فيها، سمحي لي انت قدام الناس، يلا سمحي لي. صافي فاطمه الزهراء، ودابا غنوليو حنا في المنظور ونطيحوا في هذا المشكل. كيفاش المشكل؟ كل راه غادي الدرب. وكل حسن خلينا زاتي 50 نعس غدا قاري. حشومه غدا مزال انا كنصور فيديو صاحبي ضارب عليا كلشي الزاير. ولكن انت اللي حشومه كدو في هذا الموضوع. علاش قلت لك انا غدا؟ ما عرفت. يا خويا واش انا قلت شي حاجه العيب؟ واش انا قلت شي حاجه العيب؟ انا خويا في الكاميرا خليني نمشي. الله يحفظك وحل واحد داير في اليوم زيدش. يلا زيد زيد فاطمه الزهراء. دابا المشكل هو انني حطيت ستوري قلت لهم راه فاطمه الزهراء تقلقاش عليا، يعني بنادم عرف ان راه كاين مشكل خاصني نشرحو. هادشي الا لحت فيديو. يلا صافي فاطمه الزهراء، انا والله ما نويت فيها شي حاجه. صافي يلا كول، يلا حيدي تليفونك. لا والله ما بغيت وحق الله ما عجبني انا. ولا فاطمه الزهراء واش حشومه دابا غيسحبونا هذاك الشيء. وراه فيه البزار اخويا راه حار. لا ما بغيتش. لا اخوان نكمل لكم الفيديو. صباح النور الاخوان، كي صبحتوا بخير وعلى خير، جمعه مباركه. انا صبحت انا وفاطمه الزهراء بخير وعلى خير. صورنا لكم واحد الفيديو اللي لكم في انستغرام واعر بزاف، تدخلوا تشوفوه. المهم راه باقا مقلقه شويه كي جا الزيف. قلنا كي جا من الزيف ناقشي امر. كي جاني الزيف نقول لها كي جا الزيف. دابا هي قالت لك كنت منافق. قلت لها علاش؟ قالت لي كتقول لي الزيف جاني خايب. قلت لها انت كديري في الحمام كتجي من الحمام ناسله. بصح كنجي ما كيعجبنيش انا اصلا. كتجي ناسله من الحمام فهمتي، كتجي صفرا ناسله بوازاك. دابا جاها الزيف زوين ناضي. انت تبارك الله اللهم بارك وزيد في ذلك. المهم الاخوان، فهاد الجمعه المباركه ندعي لنا انا ومرتي بالحياه السعيده الزوجيه ان شاء الله. وما تنساوش لايكونوا الفيديو اخوان، ونبقى مع بعضنا الى الابد ان شاء الله. تمنى نفرسكم الاخوان، كان معكم حسن غونزاليز، فاطمه زهرا الجزائري غونزاليز. تهلاو. زدت هاد اللقطه ديال الاخوان باش نقول لكم شكرا بزاف على الناس اللي تفاعلوا في المسابقه الاخيره. جيت باش نقول لكم باللي دوك الناس حتى هما داكشي اللي درتو عليهم انهم يستاهلوا. علاش؟ حيت بما انه بنادم حاط مسكين رزقه باش يربحكم، يعني الا هو انه باغي ديك القناه تطلع ليه، باغي يكمل مسكين ديك السويعشو على حساب الشروط اللي باغيوه. لذلك الاخوان بغيت نقول لكم بلي المسابقه مازال مستمره، غتكون باقا فيها شي 4 الفيديوهات ولا 5 غادي اللوحهم، من بعد غيكون السحب. لذلك الاخوان بغيتكم كاملين اللي باقي ما شاركش يمشي شارك. شروط المسابقه اللي هي سهله بزاف، غادي نخلي لكم الشروط هنايا، غادي تدوز الاخوان بلاصه شين، من بعد غادي تابونا مع دوك الناس كاملين، ترجع تفعل لي من الجرس، وغتدخل اخر فيديو في اي قناه، اخر فيديو غتخلي كومونتير يكون زويون 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 بزاف، ماشي يجيش مع الحسن مي يكون برافو ولا شي حاجه وتبارك الله عليك. وغتجي لاخر فيديو اللي حتى قبل من هذا غادي تكتب لي فيه النمره ديالك، انا نخلي لك هنا التصوير ديالو المينياتير، غادي تكتب لي فيه السميه ديالك والكنيه والنمره فين نتواصل معاك باش يكون السحب. الا ربحتي نتواصل معاك، حيت بزاف الناس ديك النهار ربحوا وما كانوش مطبقين الشروط. كاين اللي ما كانش دير فولو، كاين اللي ما كانش فعل الجرس. من اهم الشروط المسابقه دير ابوني وتفعل الجرس. والله يسهل على الجميع، وكنتمنى هاد 20 واحد. انا علاش دوبلت درت 20 واحد؟ باش بزاف الناس اللي ربحوا، ما بغيتش ندير 10 درت 20 واحد. والله يسهل على الجميع. كان معكم حسن غونزاليز، تهلاو.